الإعلام حياة هو شعار الملتقى الإعلامي العربي بدورته 14 الذي انطلقت فعاليته وتحتضنه دولة الكويت، وجمع الإعلاميين العرب تحت قبة واحدة لمناقشة تحديات الإعلام وقضايا الشباب وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أفكار وسلوكيات المجتمع. عنوان ملتقانا هذا هو الإعلام حياة، وأأمل أن نستطيع معا تغيير أحد شعاراتنا المحبطة ألا وهي لا حياة لمن تنادي، لأن أجيالنا القادمة تستحق الحياة وتستحق منا أن نفيدها بتجربتنا بكل ما فيها من خيبات ومن تقصير وعجز وكذلك نجاحات، وتستحق أن نترك لها مقاعد متقدمة في ميادين العلم والمعرفة. لنعود سريعا إلى الملتقى، وما أحلى الرجوع إليكم. اسمحوا لي أن أقول بأن ثورة الاتصالات بقدر ما أحدثت تغييرا جذريا في الأدوات والأساليب، فإنها أحدثت تغييرا أكبر في العقليات وفي السلوكيات، وعلينا الاعتراف بأن ما حصل شكل مفاجأة كبيرة للجميع. أصبح الملتقى الإعلامي العربي الذي يعقد كل عام في دولة الكويت يمثل محطة مهمة من محطات لقاء الإعلاميين بين بعضهم البعض، يتبادل الخبرات والمهارات ومناقشة جميع الأفكار والقضايا والمواضيع المرتبطة بالإعلام بشكل مباشر أو غير مباشر. كل ما تحقق من قصص نجاح في هذا البلد الجميل بأهله لم يكن ليصلنا إلا من خلال الإعلام، فللإعلام الكويتي الريادة في تعزيز الروح والوحدة الوطنية. أستأذنكم لأوجه رسالة للإعلاميين الخليجيين: الخليج العربي أمانة في أعناقنا جميعا، فلنحافظ على جبهتنا الداخلية، فبالرغم ما يحيط بنا من دمار في دول بعضها أصبحت بقايا دول، ما يزال الخليج العربي هو الأكثر أمنا والأكثر نموا في جميع القطاعات، وذلك بفضل تكاتفنا. فلنحافظ على مكتسبات ما زال الغير يراها أحلاما. الرسالة الثانية لكل إعلامي عربي: إن محاولات طمس هويتنا العربية لن يتم إلا من خلال إعلامنا العربي، فلتكن الهوية الوطنية همنا الأول. هو الذي جعلنا نستمر طيلة 14 عاما مليئة بالحماس والتحدي والإصرار والرغبة. كان الملتقى فكرة، كادت الفكرة أن تتلاشى لأي سبب من الأسباب، لكنها بكم استمرت حين وجدت منكم كل الدعم والتأييد والمساندة، حين سخر الله لها من يؤمن بها ويساندها ويدعمها، حين قدر الله لنا أن نواجه التحديات الكبيرة والعوائق الكثيرة لنستمر ونتطور ونتميز بكوننا ملتقى إعلامي عربي فريد وغير مسبوق تكون بفكر مستقل. الإعلام حياة هو شعار الملتقى هذا العام، والذي سوف يتخلله جلسات ومحاور عدة حول موضوعات تهم بيئة الإعلام، بالإضافة إلى تأثير الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع. من الملتقى الإعلامي العربي بنسخته 14، يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.